أليس عجبا أن بلد المسيح المسيحية تعتبر أقلية ضمن أقلية ضمن أقلية ضمن الأغلبية؟ أليس عجبا البلد اللي قدم فيها الرب يسوع المسيح الخلاص الكامل بموته على الصليب في أورشليم وقيامته من الأموات في أورشليم، اللي بكى على أورشليم: لو علمت ما هو لسلامك لأنك لم تعرف زمان افتقادك، اللي قال أورشليم يا أورشليم. تخيل هذا الرثاء، وكأنه ما زالت نفس الرسالة: العصيان، التمرد، عدم الإيمان، الرياء، الكبرياء، العنف، الحرب، الدم، ما زال حتى يومنا هذا. أورشليم اللي فيها المعابد الثلاثة، سواء يعني المسجد الأقصى، سواء حائط المبكى، حائط الهيكل الغربي بتاع اليهود، سواء كنيسة القيامة، مكان قيامة يسوع المسيح. أكثر صراع في العالم هو في هذا البلد. ألم يقل الكتاب عن يسوع أنه هو الملك وأنها مدينة الملك؟ يعني كنت بحكي مع صديق مسلم على جبل الزيتون، قال لي: بتعرف أحق واحد في هالبلد هو يعني المسيح. قلت له: ليه؟ قال لي: موسى ما دخلش الأرض ولا محمد دخل الأرض، لكن يسوع عاش في الأرض. قلت له: برضو المسيح مش بيتكلم عن ملكوت أرض، المسيح بيتكلم عن مملكة لا تنقرض، عن ملكوت سيسود الكل. في يوم من الأيام رح تواجه يسوع. شو انتابنا من خلال كل هالسنين؟ حرب ودم وعنف وبكاء الأمهات اللي تبكي على أولادهم على أطفالهم. شو نلنا من هذا الموضوع؟ ما خلينا نرجع ليسوع المخلص، رئيس السلام الذي يدعو إلى السلام والمحبة. جرب يسوع المسيح، قل له: يا رب، كلمات بسيطة، ارحمني أنا الخاطئ. ادعوه ملكه توج على حياتك، رح تواجهه كمخلص بخلصك، لكن في يوم من الأيام إذا رفضت رح تواجهه كالمخلص الديان. الحق حالك، ما تجازف بحياتك. الرب يباركك.